حياكم الله أعزائي المتابعين في سلسلة جديدة من لعبة هادرونير. نزلوا تحديث جديد سموه موسم الزراعة، وزي ما انتم شايفين في اختلافات مرة كثيرة، فقلنا خلينا نعيد اللعبة من البداية عشان نستكشفها مع بعض. يلا بسم الله. تمام، من اول شيء حتلاحظ جديد انه حطوا ام بي سي، شوف ام بي سي هنا وواحد هنا وواحد هناك، تحس المدينه حيه. اول كنت بس ما تسمع صوت احد، بس تاخذ الاشياء هذه مثلا ها وتشرد تشرد في واحد يزعق، لا الحين في ناس موجودين ويتكلموا معاك ويدوك هروج. حلو بصراحه، يعني خلت الدنيا ما هي كنا مدينه اشباح. طيب نحن نبغى نركز على الزراعه، لكن لو تلاحظوا الحين ما في ادوات الزراعه، ما هي موجوده هنا، موجوده اظن في المدينه البعيده هناك. لكن كالعاده نحتاج فلوس، فنبدا بالطريقه التقليديه جدا 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 جدا. ناخذ الجاروف، يا سلام، ناخذ معنا اللمبه هذه نحتاجها، يمكن حطها هنا. يا ما عندنا ولا قرش ولا قرش ايش بقى، ما تشتغل هذه ولا ايش؟ ابى اشغلها والله، حتى ناس كيف اشغل يلا شكلها ما تشتغل، خلينا ناخذ الجاروف. حلو، وكالعاده ناخذ نجيب السطل. اول شيء نجيب السطل الصغير هذا ونحطه هنا، ولا يزبط ولا يزبط، ما مو لازم يزبط، اهم شيء بس انه يخش فيه. خلاص كذا دخل اربع مرات، اربع خلاص نجي ناخذه بعدين. لا المشكلة ايوه خلينا استخدم هذا، المشكلة لسه الدنيا عندي مكركبة، لازم اضبط الدنيا. خلينا بس نجمع لنا كم قرش، يا سلام، وبعدين نروح نجيب موية، نجيب موية، خذ موية. حلو، ونحطها هنا. ايه هنا، لا ناخذ هذا بنفسه بكبره، ناخذه ونحطه هنا، وبعدين نجيبه. يا سلام، لازم اجيب فاونديشن، لازم اجيب فاونديشن، ما يخارج كذا. ايوه ايش طلع؟ اوه قطعة ذهب، حلو، خليك هنا قطعة الذهب. ايه طيحي ما في انفنتوري في اللعبة، ما شوف الخريطة هنا والله غيروها، صاروا حطوا اسامي المحلات عليها. حلو، خليها هنا موجودة. يلا خلي بس اجمع كم قرش، يلا جمع 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 جمع. يلا ان شاء الله يطلع لنا كمان اشياء، يا سلام، كل ما نحفر اكثر كل ما يطلع اكثر حديد، حديد يلا مو بطال، يلا جمع بس، يلا كمان ناخذ، كمل كمل، كل ما نحفر تحت كل ما يطلع احسن، شايفين؟ حفر تحت يطلع احسن. ونحط التراب هنا، ونحط المويه نرميه ما يطيح، لا تخاف ما يطيح اللي فيه، وبعدين ناخذ هذه. يا سلام، ذهب وحديد، ذهب وحديد، ما نعرف كيف اوزانها. نحن نبغى اول شيء، خليني كمان اخذ واحده وبعدين اروح ابيع. ها هذه الاخيره، بعدين نروح نبيع. خلاص لا اجيب هذه، نكبها بكبرى هنا، يا سلام، وهي في المويه ننظفها كمان. ها ايش طلع؟ طلعت فيها مويه اصلا. ايوه هذه حلو، تمام، وهذه حديد، هذه ايش؟ هذه الشظيات، شظيات ما تنباع، خليها هنا تفيدنا بعدين. اوكي، ونجيب كمان ما دام في مويه فيها، ما دام فيها مويه خلاص نجيب. يا حبيبي خذ خذ، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أوف ما جت الأربعة شكله فيها. أيوه خذ، لا أنزل روح هنا. التحكم شوية صعب بس حلو، يعني تحس غير الألعاب الثانية اللي تلعبها. أيوه إيش طلع هنا؟ زمرد، غير زمردة، ما هي مصقولة، خلينا نبيعها برضه، نبيعها نحن الحين، بنبيع كل شيء. طيب وهذا حديد، أوكي يلا ناخذ العربية ونروح بكبرها، نروح نحاول نبيعها في المدينة. يلا بسم الله. طيب وصلنا المدينة، دحين حطوا في المدينة دكانين، لو تلاحظوا دكان ما يشتري إلا الجواهر والمعادن، شوف هذا الدكان،
ما يشتري السمك والخضار والأشياء هذه يشتريها، هذا يشتري الخضار وكذا. شايف هذا ما ترجموها، المفروض ترجموها بالعربي. طيب فخلينا ناخذ نحن الأشياء هذه نقولها كلها هنا ونشوف كم هذه. يعني مثلا الذهب هذه كم؟ 5 بس. يا الله عليكم، يا الله عشان ما هو سبيكة، لو سبيكة كان يساوي كثير. كم هذا؟ هذا والله شوف، هذا الحديدة أكثر من هذا. شوف الحديدة كم سعرها؟ 12. طب لو شلنا هذه كذا 7، يعني الحديد أغلى من الذهب. أنقل بس، يلا أنقل. يعني كل هذه الأشياء حقت جت 50. هات يا حبيبي، هات هات، ينفع 50. أوه خلينا أعبها أتأكد هي حديد ولا لا. طيب يلا خلينا نروح ننزل للبيت. في واحد هنا استني بداني مهمة حطه في اللعبة، مهمات. يعني الجيم قام يتطور بصراحة، تطور كثير عن ال، وأنا بصراحة الجيم هذا شكلي هستمر عليه سلسلة، يعني ما يمر أسبوع إلا نزل حلقتين ثلاثة كذا عليه. طيب فين هذا؟ شوف فيه في واحد كان يديني مهمة هنا، راح فين راح ما أدري، كان موجود هنا. طيب إيش أبغى أسوي ذحين بالعربية؟ خلينا ننزلها تحت بس، خلينا ننزل العربية تحت، وأبروح أشتري صنارة. الصنارة تجيب لي سمك والله تنباع بسرعة، يعني يجيب لي فلوس من البداية بسرعة. طيب فين الفلوس حقتي؟ اخذ فلوسي واروح ل القريه اللي في جنب قريتنا، اظنها هنا قريبه، شايفينها في اخر المكان هنا، في تحصل هذا الكهف نجيب فيه الاشياء الاثريه، واظنهم حطوا فيه اشياء جديده، قالوا بيسوي فيه شيء جديد. شوف هذه الاشياء نحط الاثريه الاشياء هنا. هذا ايش يبغى؟ نوت يور كيف ماي كيف. ايش يبغى؟ طيب ايش فيه هنا؟ ماني عارف صراحه ايش فيه. في قالوا فيه مفاجاه في الكيف، ايش هو ما اعرف، يبغانا نشوفه بعدين. طيب دحين بروح اخذ لي صناره بصراحه، ما اعرف اقدر استني اشتري الصناره، اظن حتى تقدر. والله يا ريت جبت السطل حقي معايا هنا، يا ريت جبت السطل، ما في مشكله. هذه ايش؟ فين فلوسي؟ لا تروح فلوسي. ابغى الصناره، خلينا نشوف المحل اللي جوا يبيع صناره، نحط الفلوس حقتنا هنا. ما عندكم صناره؟ ايوه شوف الصناره هنا موجوده، حلو نحط الفلوس حقتنا هنا. ليه ما حسبها؟ طيب فين الصنارة هذه؟ ايوه صنارة أولى، أول ايوه حلو حطها، ممتاز. 52 يعني نقصت بس 2. ايش ال، يا الله حرام عليكم حرام. طيب ما منك فايدة، اخذ خلي فلوسي هنا، اروح ارجع اشتغل واجيب. شوف ايش هذا، شوف عنده مهم هذا، يبغى ايه؟ يبغى ماني عارف ايه. هات هات اللي عندك هات. يقول يبغى وعاء الحساء، عنصر وعاء، يبغى طماطم 11 طماطم مقطعة، يبغى 11 طماطم مقطعة. طيب نروح نقطع للطماطم، يلا نرجع نجمع شوية ذهب وحديد. يا سلام 2 ذهب، حلو. اشتغل اشتغل اشتغل. ايش يطلع دحين؟ والله اشتغل. عندي كمان عندي حديد جوا، شايف؟ حديد وذهب، حلو ممتاز. والله سوينا حفرة كبيرة بس جمعنا جمعنا جواهر. يلا يا سلام، خلاص خذ يلا. اوه اظن كفاية، متعة متعة بصراحة اللعبة هذه، متعة. حتى قاعد اعيد من جديد بس برضو احس بالمتعة. والله خلاص خلينا نروح نشوف هذه كم تجيب، نشوف هذه الاشياء كم تجيب، لا اطيح في الحفرة حقتي. نرجع نروح هناك نشوف. يلا كم؟ 224، حلو حلو حلو. هات الفلوس حقتي حطها هنا، يا سلام يلا حلو رهيب. خلينا نروح الحين نروح نصيد سمك، احس السمك يجيب لي فلوس كثير. فين راحت؟ حطيتها هنا شالوها، فاكر اني حطيت الصنارين على طول. ما ابغى هذا لا. اوه والله هذا كبير. هذا دلو السمك كبير، حلو حلو حلو. طيب ايوه نجيب الصناره، ايوه حلو هنا، وناخذ فلوس. انا فين فلوس؟ انا فين راح السطر الصغير حقي؟ والله السطر هذا طلع صغير مقارنه بالسطر حق السمك. حلو اشتري، يا سلام يا سلام. ناخذ الصناره ونحطها جوه السطر. يا سلام ما تجي. طيب خلينا احطها هذه هنا، ايوه ممتاز. واجيب الصنارة ونقعد نصيد. شوف عشان ناخذ الصنارة الثانية لازم نصيد جمبري، فعشان يصير ابجريد للصنارة هذه التعبانة. هذه الصنارة ايش هي؟ صنارة اول صنارة صيد.
تمام يلا نقعد نصيد الحين يمكن يطلع لنا جمبري. شوف كيف الصيد، يا سلام اقعد ارمي كذا وخليه كذا عشان يطير. لا الاحمر هذا لازم يكون تحت هنا شايفين، فدحين اي صيد اصيده يطيح هنا. والله السطر الجديد هذا خطير، شوف السمك كان اول دائما يطيح علي في السطر الصغير. والله باقي شوف والله صيد كثير، لكن باقي لي اني اجيب الجمبري عشان اسوي ابجريد للصناره. ها جمبرية اخيرا، كيف اسوي الابجريد؟ اظن احطه هنا، فين فين احطه هنا صح كذا احطها. يا سلام الصناره اللي بعدها. اخذت هذه ايش صناره صيد الاسماك المتزعزعه. ايش اللي يبغى لي بعدها؟ يبغى لي اصيد هذه السمكه شايفين عشان يصير ابجريد. يلا يلا نشتغل يلا. واو ايش طاحت، طاح السمكه ثانيه. لا هذه تصدق هذه احتاجها كمان بعدين في الابجريد صح؟ هذه اظن احتاجها عشان نسوي ابجريد الثالث مو هذا. خلينا نشوف دحين بس فين الصناره، نمسكها. لا تروح انت ابغاكي. هي السمكه ولا ايش؟ الا والله هي، لا مو هذه والله. طيب هذا الابجريد اللي بعده، هذا اللي بعده ايوه. يا سلام يا سلام، شوف الصناره هذه، صناره صيد الاسماك حامل سمك السلمون. يلا يلا صيد فيها، شوف شو الصيد. اظن كفايه قعدنا طول الليل نصيد. السطل هذا رهيب صراحه، السطل هذا رهيب. هذا مين جاي قاعد يتفرج فيها هنا بعد عن سمكاتي؟ طيب خلينا نشوف كم اقدر ابيع الحين. يا سلام مع الصباح الباكر كذا جاء. وكم كم كم حط حط. يا سلام 739 بس الاسهم نازله. هذا يبيع بالاسهم. لا خليني اروح اشوف عند البياع بدون اسهم. حلو جينا هنا، كم تاخذ مني؟ كم تاخذ؟ كانت هذيك بتبيع 739، هذا يلا 783. حلو بيع بيع. والله السطل الجديد هذا حلو خطير بصراحه، مره مبسوط منه كبير. ناخذ الفلوس حقتنا ايوه، حطها هنا. اوكي جبنا الفلوس، حطها هنا فوق معانا يا حبيبي. ايوه فين الفلوس معانا وننطلق. نروح نشتري ادوات الزراعه، مهمتنا اصلا ان نجيب ادوات الزراعه. لا تطيح لا تطيح عند الجسر، ايوه يا سلام يفتح النفس الجزر مع الصباح. ايوه من هنا الطريق. لا بعدين يا سلام هذه المدينه الجديده كانت تنبني، لو تلاحظون انتم في الحلقات اللي فاتت كانت تنبني هذه المدينه. يلا ننزل ونشوف ايش عندهم، نشوف ايش الشيء. والله شوف هذا الجرار 2680، هذا لازم نشتري بعدين ان شاء الله. طيب ايش في اشياء ثانيه كمان؟ كيف واو شوف كيف جرين هاوس، يا سلام هذا شيء جديد، بعدين نبني بيت منه ان شاء الله باذن الله. اوكي ايش هنا والله شوف هنا قاعد يزرعوا. لا هذه طيب، هنا بياع ما تبيع شيء هنا. طب هذا يشتري، لا فين؟ ابغى بذور ابغى ادوات. ايوه هنا هنا حلو. يا سلام يا سلام. اوه هذه ايش هذا؟ وعاء محمول للمحاصيل، يعني شكله احط فيه هنا شيء. طيب ناخذ هذا، كم سعره؟ كم سعره هذا ابن الله؟ ايش بك انتوا غاليين كذا؟ ليه غاليين؟ ليه غاليين؟ والله 210 بدري عليه، استني بعدين ناخذه. هذا ايش هذا؟ هذا لا ما يتباع. طيب وهذا كم؟ 28 سلة خضار، يعني فقط يخزن الخضروات واكياس البذور. طيب لناخذ لنا واحد ايوه. طيب هذا ايش؟ هذه برشة لازم، ابريق سقي حلو ناخذه. يا سلام 56 ممتاز. هذا ايش هذا؟ صندوق البذور، ناخذ لنا واحد من صندوق البذور. اوكي يا سلام. هذا ما يبي بس جيل توكن. اوه طيب انا كيف ابني؟ كيف اسوي طيب اذا حتى هذه بجيل توكن؟ شوف ما تاخذ الا هذه العمله، ايش الحوسه، وانا فرحانه بشتري. وتاخذ بس حقه الجيلد، والله في اشياء كثيره عنده، اشياء مره كثير. مرشه طيب ما في احد يشتري مني عادي؟ ابغى والله ما ياخذ الا بالجيلد توكن. لا هذا اظن بالعادي صح؟ هذا بالعادي ايوه هات هذه ايوه. حلو هذه 62 عاديه صح؟ وهذه كم؟ 88 حلو. تمام هذه كم تنباع؟ طيب هذه لسه مطحنة بذور ما نقدر، والله قدور يبغى لنا نطبخ. هذا مو قد، يا سلام اشتري واحد.
عندي فلوس. ايوه 174. حلو حلو، وهذا وعاء الحساء. طيب عندنا مهم اصلا له، ناخذ وعاء طبخ، نشتري وعاء طبخ. حلو، يا سلام يا سلام. طيب هذا مطحنة بذور، والله لا بس غالي. انا كم؟ خذها خذها يا حبيبي، خذها خذها خذها، ما في مشكلة. 490 كله، نقدر نقدر. هذا البذور ايش ناخذ؟ بذور طماطم ناخذ. يا سلام، خذ بذور طماطم كمان، ممتاز. 750، انتبه انتبه. خلاص اظن حنو جزر، والله جزر غالي. الطماطم 130، جزر غالي. بس خلينا ناخذ كمان. كم تجي؟ لا ما يمدينا، خلينا نجيب فلوسنا ونشوف. مد لحافك على قد فلوسك يا شيخ. نرجع بس، اخذنا الاشياء، ما قدرنا ناخذ 3 طماطم، اخذنا 2 طماطم واشترينا الساطور. يلا خلاص نرجع. تقطيع مو ساطور، هو حق تقطيع. يلا وصلنا. مرة متحمس صدق، انه يبغالي اجيب فاونديشن. انا ابغى ازرع في هذه المنطقة، اشوف المنطقة هذه بخليها زراعة. طيب يعني مثلا نحفر هنا ونحفر هنا ونحفر هنا. انا ما عارف البذرة كيف، خليها بس نجرب، احنا ابغى تجربة ونشوف بعدين نظبط الامور. فين الطماطم؟ يلا يلا، انا مرة مستعجل مرة مستعجل. لا فين هي بذور الطماطم؟ نجي نجي نحطها كيف كذا. يلا هنا نشوف البذرة هذه كم فيها هنا يعني. اوه شوف، بس الطماطم واحدة بذرة راحت في واحدة. يا الله، في بذرة ثانية جبت. البذور غالية المشكلة. يا سلام. ها طيب انا كيف اسقي الحين؟ ما عندي مرشة، هل ينفع اجيب السطل كذا واحط المويه واجيب السطل واسقيها، ولا ما ينفع كذا مثلا؟ جاء ولا ما جاء؟ ما اعرف، خلينا نشوف كذا. مويه بعدين نسقيها برضو كذا، نسوي حوسه على هنا. اظن الاحمر يجي هنا. ايوه ما اعرف والله، سقط كذا ولا ما انسقط ولا ايش الحكايه؟ قولوا لي ايش الحكايه. طب المرشه ما اقدر اشتريها، لازم اجيب نقاط. ما كان في مرشه اصلا هنا، ما ادري، نستنى نشوف عاد. امر الله يعني، ايش نسوي بعدين؟ انا ابغى اجيب الفرن. هذا الفرن مره شكله خطير، شكله خطير، بس ابغى له فاونديشن. طيب حطه هنا، والله كأنها بتكبر صح؟ كأنها بتكبر. والله الفرن شغال، يبقى لازم اجيب طاولة عشان اطبخ عليها، مو على الارض كذا. قدر هي قدر الطبخ، نحن جبنا الفرن ليه؟ عشان نحط عليه قدر الطبخ ونقطع الطماطم. بس الطماطم تقطيعها يبغى لها والله، ايوه والله. يبغالي درجة عشان اطلع اشوف ايش فيه. والله صار احمر، صار احمر. طيب الطماطم تكبر صح؟ والله امور طيبه ان شاء الله. شايف انا شايف هذه كذا قاعد تكبر، قاعد اتفرج فيها. يلا اطلع مع الوقت. طيب نجيب واحده فاونديشن هنا، ونجيب الفاونديشن الثانيه. ما تجي فوق العربيه، ماني عارف ليه، قاعد بظبطها فوق العربيه ما تجي. ها حلو. طيب جات ورا عربيه ما يداري. طيب شيل بشيل العربيه، مسويين زحمة بالعربية حقتنا. لو رجيت برجلي وديتها كانت أسهل. يلا القدر أصلا مو بس انطبخ، انحرق. أوكي يلا شوف، جات والله فاونديشن. يلا حلو، وناخذ ال، طب الصحن هذا كيف يعني نحط فيه بعدين في الأخير؟ هو طالب. شوف شوف شوف، أوه والله قامت تنمو. حلو، أوه شوف هذه طلعت، الثانية ما طلعت، أظن تحتاج موية. أوهو لحظة لحظة لحظة، نجيب موية. أيوه انا المفروض اجيب اشتري مرشه. اول شيء حاشتريه بفلوس الجيلد اني اشتري مرشه. شوفوا هذه شكلها، شايف؟ ايوه لازم تصير كذا مبلبله. طب الطماطم اقدر ازرعها؟ والله اقدر اقطعها. يا سلام، حطها هنا يا حبيبي، حطها هنا. فين السكين؟ فين السكين؟ انا جبت السكين هنا. هذا ساطور حق لحم، ما هو حق طماطم. طيب والله تقطعت، كان المفروض اقطعها واخليها في الصحن. ايه لا 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 يا حبيبي، هذا يبغى نجيب المطرقة حق التثبيت. طيب هذه ناخذها كلها، والله اخذناها كلها، نطبخها صح؟ نحطها في القدر. والله القدر هذا صعب،
حطيناها في القدر. طيب نستناها تطبخ. خليني اجيب هذا كذا احطه، لا حطه فوق شوي عشان اتفرج، ما انا قادر اتفرج اصلا. طيب ايش، ما اقدر اقلب، ما اقدر اسوي شيء، بس استنى يعني. طيب هذا مره طول، ايش هذا؟ اروح اقطع اللي بعده يعني، قطع اللي بعده. حلو، نحطها ونقطع. فين السكينه؟ حلو، نقطعها ونجيبها كذا، نقول له. والله مره خطير صوت التقطيع. ارمي ها. انا ما عارف ايش قاعد اخبص، لكن في الاخير طماطم يعني ايش حتكون لذيذه. يلا والله شوف 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 شوف، خطير. يلا اطلع فوق هنا وننزل. يلا نستنى نشوف ايش يصير. انا ما عارف ليه ما هو راضي يصير، لا يكون انا حاطه غلط، لا والله حاطه صح. طيب انا خليني افكر اشوف الفكره دي. احط القدر ويمكن اجيب فيه مويه. ها اجيب مويه. طيب لا، نزل القدر حقك يا حبيبي، نزل القدر. يعني نجيب المويه كنت هنا. ايوه يا سلام. الحين خلينا نشوف. يصير ولا لا؟ يا سلام. هذه اظن. طيب حلو. طيب نجيب هذه. انا تحمست. الله يستر. هذه ظبطها. انزلي تحت الارض. ايوه حطي. يا سلام. طب هذه واحد صحن، وكل هذا صحن واحد. طيب هذاك كم يبغى كان؟ غلق السوب. طب انا ايش سويت؟ هذا كم يبغى كان موجود؟ يبغى يقول لك 21 طماطم مقطعة. طيب كيف اعرف؟ يا ناس سويت طماطم، شوربة طماطم. يا ناس سويت شوربة طماطم. خليني اروح ارجع اديها للرجال ذاك، يرضى ياخذها مني ولا لا؟ يديني اصلا فلوس ولا ما يديني فلوس؟ نرجع. هو اظن هذا، شايفين هذا كان يبغى مني. طيب نديه. ها يقول لك 21 وزن. اها يعني لازم اقيس وزنها، لازم اقيس وزنها. والله ما اعرف ايش طريقتها، لكن عساك ما اكلتها انا حاكلها ولا اروح ابيعها اصلا. اشوف فوق. كم تاخذ مني الشوربه هذه؟ 48. ياخذها بالصحن ولا يديني الصحن؟ ولا دان الصحن. طيب يا حبيبي نشوف. 48 والله مو كثير، لكن انا اهم شيء اني اسوي العمله الثانيه. طيب اعزائي المتابعين، ان شاء الله باذن الله في الحلقه الثانيه حنصير اكثر خبره، دوبنا نحن مبتدئين وعندنا مشاكل كثيره وغلط كثيره. في امان الله.